يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يطلب شخصا مماطلا 100,000 ريال. رجل يطلب شخصا مماطلا 100,000 ريال، فجاء رجل آخر وقال له بعني هذا الدين 80,000 حالة، هل بيعه هذا الدين صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح من ناحية أنه ربا، يعني دراهم أقل دراهم أكثر هذا ربا، ومن ناحية أنه بيع للدين على غير من هو في ذمته. الدين لا يباع إلا على من هو في ذمته خاص، لا يباع على غيره. نعم.